السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شباب، معكم قناة برو 88. أرجوكم مقطع جديد في لعبة Red Dead Redemption 2 أونلاين. طبعا أخواني، إجلش تدبيل خريطة الذهب، وخريطة الذهب تعطيك فلوس وذهب بكمية كبيرة، لكن هذا الإجلش للأمانة أنا مجربة من 3 حسابات ومضمون 100%، والإجلش جدا سريع إنك تدبل ذهب وفلوس، جدا جدا سريع. تابع المقطع للآخر وراح تلاحظ أن الجلتش جدا سريع. تمام يا جماعة، قبل أن نبتدي متطلبات الجلتش، يا ريت يا أخوان اللي حاب يسوي لي لايك أهلا وسهلا، واللي محاب يسوي لي لايك اتشرفت فيك في متابعة المقطع حقي، واللي حاب يتواصل معي أو عندك أي استفسار أو سؤال عن الجلتشات، رابط الانستغرام موجود في الوصف تحت إذا كان عندك أي سؤال. يلا نبتدي متطلبات الجلتش ونقول بسم الله. بداية لازم تكون سيرفر خاص. طيب يا برو كيف ادخل سيرفر خاص؟ راح اخلي لك رابط مقطع فيديو اللي هو جلتش سيرفر خاص، تسوي جلتش سيرفر خاص بعدين تجي على هذا المقطع وتطبق خطوات جلتش انك تدبل ذهب وفلوس. والطلب الثاني تجي توقف عند هذه الشجرة بالضبط، عند هذه الخريطة او هذه الموقع بالضبط اللي تشوفه في الخريطة. والطلب الثالث لازم تكون مع خريطة معينة. راح افتح القائمة واروح على قائمة الخرائط، مثل ما تلاحظون لازم تكون عندك اللي هي هذه الخريطة اللي تشوفها امامك بالضبط، علشان ان راح نطبق عليها خطوات الجلتش. هذه الخريطة هي اللي راح تخلينا ندبل ذهب وفلوس سريع عن طريق هذه الخريطة اللي تشوفها امامك بالضبط. تمام، والطلب الرابع الآن راح تضغط سهم يسار وانت في هذه الموقع بالضبط، راح تروح على خيار الكام تضغط عليه اكس، بعد اول خيار اكس، بعد ايضا اول خيار اكس، بعد اول خيار اكس. الآن كل اللي عليك تتجه لعند هذه الخيار او هذه المنطقة بالضبط، تضغط عليها اكس. راح نخلي رسبون مخيمنا بالضبط عند موقع الجلتش اللي راح نطبق عليه خطوات الجلتش عن طريق هذه الموقع. مثل ما تلاحظون مخيمنا الخاص رسبا عند مكان الجلتش اللي راح نطبق عليه الجلتش. ومثل ما تلاحظون رتبنا خطوات الجلتش بكل بساطة. الآن كل اللي عليك بعد ما ترتب خطوات الجلتش، كل اللي عليك انك تركب الحصان وتتجه لعند موقع اللي هو التنقل السريع اللي موجود في بلاك ووتر، وتتنقل على مخيمك عن طريق التنقل السريع اللي موجود في بلاك ووتر. ومثل ما تلاحظون رسبنا في المخيم بشكل طبيعي. الآن راح نبتدي بخطوات الجلتش ونقول بسم الله. الآن كل اللي عليك تضغط Option، بعدين تروح على كلمة ستوري اللي تشوفها أمامك بالضبط، تضغط عليها X، بعدين تضغط على أول صورة X. الآن راح ترسبن في طور القصة بشكل طبيعي. بعد ما ترسبن في طور القصة تضغط Option وتروح على كلمة Online، بعدين تروح على الصفحة الرئيسية وتروح على صورة المخيم وتضغط عليه X. راح ترسبن في المخيم بشكل طبيعي. الآن راح تعلق على سهم يمين وتروح على قائمة الخرائط اللي موجودة عندك، بعدين كل اللي عليك تروح الخريطة اللي تكلمنا عليها في بداية المقطع لهذه الخريطة، تضغط عليها اكس بشكل عادي راح تفتح معاك الخريطة، او لاعبك راح يفتح الخريطة بشكل طبيعي. الان كل اللي عليك انك تبحث عن صندوق الذهب اللي موجود في هذه النقطة الصفراء اللي تشوفها امامك في المقطع. الان راح ابحث عن الصندوق، ومن احصل الصندوق راح ارجع لكم على طول. ومثل ما تلاحظون حصلنا صندوق الذهب بكل بساطة. الآن راح تعلق على مربع وتفتح صندوق الذهب بكل سهولة، وتأخذ الفلوس والذهب الموجودين داخل الصندوق. مثل ما تلاحظون راح أعلق مربع ثاني وأخذ الذهب والفلوس الموجودين داخل. الآن كل اللي عليك بعد ما تأخذ الذهب والفلوس، كل اللي عليك انك تتجه لعند اللي هو موقع رسبون الخريطة اللي موجودة على الشجرة اللي تلاحظ امامك بالضبط، اللي هي قريبة من صندوق الذهب. تمام، مثل ما تلاحظ الان كل اللي عليك راح تعلق على مثلث وتاخذ الخريطة بكل بساطة. بس راح ارويكم وين موقع اللي هو رسبون الخريطة علشان تعرفون وين موقعها بالضبط.
الآن كل اللي عليك بعد ما تأخذ خريطة الذهب، كل اللي عليك الآن تفصل الشبكة وترجع الشبكة. بعد ما ترجع الشبكة الآن راح تطلع لك الصفحة الرئيسية وتروح على صورة المخيم، تضغط علي إكس بشكل عادي، ومن ثم راح ترسبن في المخيم بشكل طبيعي. الآن راح نسوي نفس خطوات إجلتش اللي سويناها في بداية المقطع. الآن راح تعلق على سهم يمين وتروح على قائمة الخرائط الموجودة عندك وتفتح نفس الخريطة اللي فتحناها في بداية المقطع. الآن كل اللي عليك تبحث عن صندوق الذهب نفس اللي سويناه خطوات الجلش في بداية المقطع، انك تاخذ الذهب والفلوس الموجودة داخل صندوق الذهب. بعد ما تاخذ الذهب والفلوس كل اللي عليك انك تتجه لعند موقع رسبون خريطة الذهب الموجودة أو مرسبنة على الشجرة مثل ما تلاحظ أمامك. مثل ما تلاحظون رجعت رسبنة الخريطة بكل بساطة، قلت جدا إيزي بيزي. بعد ما تأخذ أو بعد ما ترسبن الخريطة كل اللي عليك أنك تعلق على مثلث وتأخذ الخريطة بكل بساطة، بس تشوف شعار على جهة اليمين شعار الخريطة، كل اللي عليك أنك تفصل الشبكة وترجع الشبكة بكل بساطة. بعد ما ترجع الشبكة راح تطلع لك الصفحة الرئيسية وتروح على صورة المخيم وتضغط عليه X بكل سهولة، وراح ترسمت في المخيم وتسوي نفس خطوات قلتش اللي سويناها في بداية المقطع، انك تعلق على سهم يمين مثل ما تلاحظ امامك وتروح على قائمة الخرائط، بعدين تروح على نفس الخريطة وتفتحها بالضبط، ومن ثم كل اللي عليك انك تبحث عن الصندوق، ومن ابحث عن الصندوق ومن احصل الصندوق عفوا راح ارجع لكم على طول. ومثل ما تلاحظون حصلنا صندوق الذهب بكل بساطة. الآن راح تعلق على مربع وتأخذ الذهب والفلوس الموجودين داخل صندوق الذهب. بعد ما تأخذ الذهب والفلوس الموجودين داخل كل اللي عليك تتجه لعند موقع رسبون خريطة الذهب، الخريطة اللي راح تكون معلقة على الشجرة. ومثل ما تلاحظون رسبنت معانا الخريطة مرة ثالثة، قلت جدا ايزي بيزي. بعد ما ترسبن معاك الخريطة كل اللي عليك تاخذ الخريطة بشكل عادي، بعدين كل اللي عليك بس تشوف شعار على جهة اليمين شعار الخريطة، افصل الشبكة ورجع الشبكة، وبس ترسبن في السيرفر كل اللي عليك انك تفتح نفس الخريطة بالضبط، وبعدين كل اللي عليك انك تبحث عن صندوق الذهب وتاخذ الذهب والفلوس الموجودة داخل الصندوق، بعدين كل اللي عليك تتجه لعند موقع رسبون خريطة الذهب اللي راح تكون معلقة على الشجرة. تمام يا جماعة، أنا انتهي من هذا المقطع، أتمنى أني ما طولت عليكم بالشرح، وأتمنى أن شرحي واضح. واللي حاب يتواصل معي رابط الانستغرام موجود في الوصف تحت، مثل ما قلنا اللي حاب يسوي لي لايك أهلا وسهلا، واللي ما حاب يسوي لي لايك اتشرفت فيك في متابعة المقطع حقي. شكرا لكم على الدعم، كان معاكم أخوكم يوسف من قناة برو 88، ومع السلامة.